اريد هسه يا بعد عين عين كم من فدوه غدير كم جماعه الانواء الجويه كون ما تعرفون قولوا بالعباس لا في شيء ولا مستحق قولوا يابا ما نعرف الانواء الجويه هسه انا لو من طلعت مفنش تفنش وحاط ريحه مال عتبه هاي المسح ومرتاح وطلعت بالدراجه وصلت للسوق وحصلتنا هاي العاصفه الترابيه تغير تقولون لك عاصفه ترابيه لما هسه انا ايت عود ولا دراجه عليها لي شارد الوادي مجردت عامره ركب الله وكذا اركب مثلا ارجع الطفيره قميز لما رجعت لاهلي هسه انا بالدراجه وتلقتناه وانقلب لقلبه بترابه ولا عيون لا خشم ضاب هاي تملخت ريلي تملخ يا لي يفصلني هسه الانواء الجويه شغير تطولنا خبر احنا المعوقين حتى ننضبط ونقعد ببيوتنا ولا العود رايح للقهوه والله العظيم انا يعني المفروض حاسبكم قانونيا بس شو تسوي بريني ذم الله يحفظكم خاله والله العظيم بالعباس شو بعد تراب بالحسين حتى بكيت والله العظيم حس يعني جرحته ومشاعري حسستوني بان انا معوق يوميا ما ادري انا ريلي طايره